دار عليه الآية حاضر إلى المسجد الحرام تدل على صحة من قال أن مكة كلها حرم وأن الصلاة في مكة بمئات ألف في أي مكان وليس الحرم. وليس الحرم فقط لأن الله قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فسمى مكة كلها مسجد الحرام. أفيدونا قد أفدتكم مرة بعد مرة وقلت لكم مرة بعد مرة المسجد الحرام ورد في القرآن لعدة معاني، ورد مرة لمكة وورد مكة للحرم وورد للحرم وما حول الحرم مثل آية الإسراء وورد للحرم المحرم. وقلنا لكم هذه الآيات المجملة نحتاج أن نفسرها بالأحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس. فقال لنا العلامة الذي قلنا لكم أمس أنه قال جاء في حديث عند مسلم مسجد الكعبة، وقد قال العلماء إذا جاء الحديث أو الآية مجمل من طريق ثم جاء مفصل من طريق آخر وبعبارة أخرى مجمل في حديث مبين في حديث، فالعمل على المبين لا على المجمل. وقالوا أيضا في علم أصول الفقه إذا جاء الحديث مطلق ثم جاء في حديث آخر مقيد فلنعمل بالقيد. ولهذا قال ابن عثيمين أن حديث مسجد الكعبة مقيد والأحاديث الآخرة مطلقة، والقاعدة أن الحديث إذا وقع أو الدليل إذا وقع مطلق ووقع مقيد أنهم يعملون بالقيد. ولهذا الدليل الذي أتى به السائل في هذا السؤال نقول بموجبه لكنه مجمل أو مطلق، والحديث الذي قال مسجد الكعبة مبين للإجمال أو مبين للإجمال أو مقيد للإدراك. إلى هنا.